كان جلبهم هو شلبي شاهد زور. لماذا؟ لأنني ولدي شاهدين إذا تريد أن أتيك بهم، لا لا، ولكن أحتاج المشهود لشهودك، لأن السيد شلبي بنفسه أثناء حسن كتابة الأمر فقال أنا شاهد زور. هو قال هكذا. قالها أمام المحكمة كاملة، قال أنا شاهد زور غبي معكم. والله غبي. جميل وخير جميل النفس. جميل، ولكن سأقول أيضا شيء. أنا أساسا عند الاعتراف بالحق فضيلة وهذا شيء جميل. من قال شاهد زور؟ يا عزيزي لا تقاطع، آسف. من فضلك أن تسكت يا عزيزي. من يريد أن يتكلم يطلب أولا، يطلب. هل لي احترام أم لا؟ أي شخص سيتحدث من دون عزيزي؟ هل لي يجب أن تستأذن يا حق في التحدث أم لا يا سيد؟ أنا شخص محترم وكنت لماذا لا؟ والنعمو والنعمو. أي شخص يتحدث وبيتر كيف دخلوا خارجا وتم إخراجه؟ ممنوع التحدث، استمعوا لحضرة القاضي. يا سيد ما